من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأمور منها. أخا فايمر صلى الله عليه وسلم وقت را تات بيخ تات بحنا شتبو تارغدو اجتماع الأمة لابد أن نجتمع ولا نفترق تارغا ويتحجم مع تخلر ويبوصل نارا تحجم مع تخلر دبيق تلوش لابد أن نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم ويغوش قيد ديز بوخ وهينز بوصل نارا فايمر تن صحاب شغوش ما قيد ترتحن نكون أمة واحدة تح أمة ويخير يولش نعبد رب واحد تحن دي الله عنه عبادة دي دوش نتبع نبي واحد عليه الصلاة والسلام تحن فايمر انت عويد احدو يردوش قبلة واحدة تح قبلة تيوي شريعة واحدة تح فلا بد أن نجتمع لا نفترق. تحقق وين تحدق غوشة تحن لا تر ديقة تلوش.